ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأرحامنا ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك وولاة أمورنا ومشايخنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إلهنا إنا نستودعك بلادنا اللهم إنا نستودعك بلادنا ومقدساتها وولاة أمورنا. اللهم إنا نستودعك هذه الأمانة يا من لا يضيع الأمانة. اللهم رد عنا كيد المعتدين اللهم وعليك بالحوثيين ومن عاونهم وأمدهم بالسلاح. اللهم رد كيدهم عنا اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه اللهم رد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليهم اللهم وأفشل مخططاتهم اللهم ودمر عتادهم اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم ووفق ولاة أمورنا لكل خير اللهم أصلح بطانتهم اللهم وأعنهم على ما حملوا به. اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين على الثغور اللهم وفقهم اللهم سدد رميهم اللهم مكنهم من عدوهم اللهم مكنهم من عدوهم اللهم وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.